في البدايه بس راح نراجع مراجعه سريعه لبعض الالكتريكال بيسكس. اذا عندي دي سي فولتج سورس راح يكون عندنا هاي الكونفنشن بالنسبه للدي سي فولتج سورس. عندي بلس ماينس الكرنت اللي بمر في هذا الدي سي فولتج سورس راح ارمز له بالرمز اي، بدخل من النيجاتيف تيرمينال وبطلع من البوزيتيف تيرمينال. فكاني ايش عمالي بقول؟ كاني بقول انه هذا الفولتج سورس عماله بيرفع الانرجي الموجوده في الكرنت، مظبوط؟ عم بيرفع الانرجي تبعته لانه عمال بدخل من النيجاتيف تيرمينال وبطلع من البوزيتيف تيرمينال. الباور اللي بعطيني اياها هذا السورس بتساوي في مضروبه في اي، وهدول هون الكابيتال ليترز اللي هي الدي سي فولتج والدي سي كرنت عم بعطيني باور. الباور انا عمالي بزيد الباور الموجوده في هذا الكرنت اللي ممكن يروح يعمل له ديليفري بعدين للودز موجوده هون. اذا هذا هون عماله بيشتغل ك سورس، وهاي الباور delivered by. إذا على الجهة الأخرى هذا وصلته بلود، وهذا اللود في الحالة هاي إيش ممكن يكون؟ ريزيستر مثلا. عندي الكونفنشن هون راح يكون إنه هذا V load of T بلس ماينس هذا في سورس اوف تي بلس ماينس من هون، والكرنت دخل عندي كرنت اي لود اوف تي. لاحظوا الكرنت بدخل من اي تيرمينال في اللود؟ بدخل من بوزيتيف تيرمينال وبطلع الكرنت من النيجاتيف تيرمينال. فكانه ايش صار بالانرجي اللي موجوده كانت بالكرنت؟ استهلاك. وين تم استهلاكها؟ في هذا اللود. هذا هدفه في الحياة كلود انه ايش يعمل؟ انه يستهلك الطاقة الكهربائية. هذا هدفه في الحياة كسورس انه يزود لي بالطاقة الكهربائية. فالكونفنشن دائما بيكون انه الكرنت هون، هي هذا اذا كرنت اي سورس اوف تي مار بهذا الاتجاه، عماله بدخل من النيجاتيف تيرمينال بطلع من البوزيتيف تيرمينال، فانا عمالي برفع الانرجي اللي موجودة في هذا الكرنت عمالي برفعها بمقدار كذا فولت. وإذا طلعنا وحدة الفولت هي جولز بير كولومب. هاي الوحدة هي نفس هاي الوحدة. شو معناها هون؟ الكولوم وحدة ايش؟ شحنة. والجول وحدة ايش؟ انرجي. فكأني عمالي بقول إذا عندي 10 فولت، إذا هذا السورس هو 10 فولت، معناها كل كولوم بمر منه كم جول عماله بياخذ؟ 10 جولز. اوكي؟ هذه وحده بديله للفولت، بتبين لي شو معناها شو مفهومها. ولذلك دائما الكونفنشن انه في السورس الكرنت بدخل من النيجاتيف تيرمينال بتطلع من البوزيتيف تيرمينال. ممكن يصير في حالات معينه ينعكس هذا ويصير نيجاتيف والباور بتصير نيجاتيف. الباور اذا صارت نيجاتيف لسورس معناها شو عم بيعمل؟ بشحن. عماله بيعمل عكس اللي هو مفروض انه يعمله، فممكن هاي البطاريه انها تصير تشحن. وهذا اللود اللي موجود هون بالحاله الطبيعيه الباور تبعته بتكون بوزيتيف، لما الباور تبعته تكون بوزيتيف معناها ايش عماله بيعمل؟ عماله بيستهلك، لانه عماله بيعمل الشيء اللي هو خلق من اجله. فاذا البوزيتيف الباور هون كانت بوزيتيف عماله هو بيستهلك الطاقه هاي اللي موجوده هون عماله بيستهلكها. واذا كانه ريزيستر كيف بتضيع هاي الطاقه؟ على شكل ايش؟ على شكل حراره. لكن في ظروف معينه، طبعا مش رح يكون هذا ريزيستر، رح يكون شيء ثاني، تحت ظروف معينه ممكن ينعكس ويصير الكرنت هذا نيجاتيف او الفولتج نيجاتيف، مش الاثنين نيجاتيف، واحد منهم نيجاتيف. لما يصير نيجاتيف الباور رح تصير نيجاتيف، لما باور من لود تصير نيجاتيف معناها هو ايش عماله بيعمل؟ بيعمل عكس الشيء اللي هو عاده بيعمله، فعماله بيولد طاقه كهربائيه. زي بحاله الكباسيتر مثلا شحنه تمام؟ او مثلا هذا يكون موتور، هو عاده موتور، فجاه تحول لجنريتر. فيصير يرجع طاقة كهربائية دي سي لسورس معين، بس هو عادة معظم حياته هو موتور
والموتور عماله باخذ الطاقه الكهربائيه وبحولها لميكانيكال انرجي من هون. اذا احنا عاده الكونفنشن للسورس هذا الكونفنشن للسورس وهذا عاده الكونفنشن. ممكن تبعت اللود هاي اللي هي زي تبعت السوبر بانل هي عاده تزود مثلا البيت بالكهرباء بعدين ترجع تمام تمام زي مثلا البطاريه زي بطاريه مثلا البطاريه عاده بتعطيني طاقه مش هيك؟ لكن في حالات معينه انا بطاريه الشحن اللي انت حكيته ممكن احيانا بينعكس الوضع بصير عندي العكس اللي هو عاده بيستهلك عماله بزودني بالطاقه الكهربائيه. واللي راح نشوفه في الكورس كمان راح نشوف شيء اسمه البروزيومر اللي هو بروديوسر كونسيومر بتحول هو لبروزيومر بروزيومر لانه مثلا الشيء المنزلي ممكن يصير هو عاده بيستهلك طاقه كهربائيه لكن في حالات معينه هو بيزود السيستم بطاقه كهربائيه سواء مثلا اذا هو في بي في بانلز موجوده فيه أو ممكن السيارة الكهربائية اللي موجودة في البيت تصير هي مشحونة وهاي تصير مصدر طاقة أفيد الشبكة منها الشبكة الكهربائية تستفيد من هاي دي. الشيء الثاني هون اللي بدنا نركز عليه بدنا نركز على الفرق ما بين الـ AC signal والـ DC signal. والـ AC signal إيش تعريف الـ DC signal أول شيء؟ دي سي سيجنال هي الإشارة اللي constant in magnitude and direction. وهذا مثال على دي سي سيجنال هي الزمن هي مثلا voltage أو current هي السيجنال تعتبر دي سي constant in magnitude و constant in direction يعني مش constant in magnitude بس عمالها مثلا constant in magnitude and direction. الـ AC signal خليني أشيل هذه هاي هون DC زي sine wave زي sine wave تمام. إذا الـ AC signal هي signal periodic signal. إيش يعني periodic باللغة العربية؟ دوري. إذا الـ periodic signal the average of which is zero. هذا تعريف الـ AC signal. وناخذ مثال على AC signal sine wave AC signal. ليش؟ لأنه الأفرج تبعها زيرو. كيف بقدر أقول إنه الأفرج تبعها زيرو؟ إذا المساحة هاي مساوية للمساحة هاي معناها الأفرج تبعها زيرو. هل هاي بيريودك؟ اه عمالها بتكرر نفس الشكل بتكرر باستمرار وهاي المساحة مساوية لهاي المساحة. طيب سؤالي هل هاي السيجنال AC؟ دام الأفرج تبعها زيرو معناها الاريا هاي مساوية للاريا هاي هل هي بيريودك؟ الاريا هاي مساوي للاريا هاي هل هاي بيريودك؟ هل الافرج تبعها زيرو؟ اذا هي اي سي سيجنال تمام؟ اذا تعريف الاي سي سيجنال هي السيجنال اللي الافرج تبعها زيرو. تعريف الدي سي سيجنال هي السيجنال اللي كونستنت ان ماجنتيود اند دايركشن. هلا هون بيجي السؤال هل هي دي سي؟ لا هي كونستنت ان دايركشن بس مش بالامبير. ممتاز. هل هي اي سي؟ لا. ايش ممكن استنتج منها هاي؟ كومبينيشن اوف اي سي اند دي سي لانه هاي السيجنال انا ممكن الان افككها الى الشكل التالي. هاي السيجنال ممكن اخذ الافرج تبعها والافرج تبعها يمكن يطلع هيك فهذه السيجنال تساوي تو سيجنالز كومبينيشن اوف تو سيجنالز.
هاي السيجنال اللي هي دي سي باخذ هذا الطول زائد السيجنال اللي موجوده هون لو رسمتها طبعا بدي اشيل منها هذا الدي سي فبعملها شفت بنزل لتحت وبتصير مثلا بشرط طبعا هذه صارت اي سي وهاي دي سي لو جمعت وهل هاي بيريودك هذه دي سي هاي زائد هاي عم تعطيني هاي السيجنال اذا هاي السيجنال هي عباره عن اي سي سيجنال زائد دي سي دكتور بدي اطلع عندي محاضره خلص اطفي يا حمد